عليكم وعدنا معكم جديد في انطباعات انمي بلاك كلافر حلقة 98. لذلك خلونا نبدأ. طبعا سوينا لايف رياكشن في التويتش، حسابنا في التويتش هو AI Show. ان شاء الله اني ما انسى احط لكم الرابط المباشر في مربع الوصف. وصراحة حلقة اسطورية رهيبة جميلة، صوتي انا رايح اساسا من اللايف رياكشن اللي عاد الحين متحمس مولع. فرقة الاسود القرمزية هي الافضل على الاطلاق، يعني هي مع الثيرة السوداء كذا كذا مجاكرة بس خلاص نار 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 مولعة في هذه الحلقة من بدايتها. طبعا كنت انا صراحة عن نفسي اتمنى اشوف ميناريونا قاعد قاتل، ايش اللي صار معها، ايش اللي حصل معها في اخر حلقة، لكن الكاتب ارضاني او الاستديو ارضاني في هذه الحلقة، ايضا ما زعلني ولا خيب ظني. ممكن في البداية نعم شوي، بس في الأخير أسعدني وأثلج صدري. من بداية الحلقة جاب لنا ليون كان يحاول يحمي ويقاتل ويحارب بكل ما أوتي من قوة قدام النائب حقه. طبعا النائب حق قائد الفرقة الأسود القرمزية يعني هو يعتبر قوي مو بسيط، لكن مع قوة الألف صار أقوى بكثير وأقوى بمراحل. جلد فيهم خصوصا يعني قدرة الهواء، فضد النار الهواء يكون شيء، يعني إذا كان كمعزز أوكي بيكون شيء ممتاز وجميل بالنسبة لك، راح يزيد من قوة النار حقك، بس إذا كان ضدك يلعب ضدك فهذا الشيء بيكون مو كويس بالنسبة لك، راح يزيد الأمور سوءا. وهذا بالضبط اللي حصل معنا في هذه الحلقة. يحاول ليون بأشتى الطرق إنه يقاتل ويشد من حيل الفرقة حقته ويساعدهم. هنا يعني كان يحاول بكل ما من قوة ليون إنه يصمد قدامه ويطلع بأي خطة، لأنه كان عنده فخر كقائد أو أحد من العائلة الملكية، وهذا الشيء طبعا كان يزيد حقد الألف عليه أكثر وأكثر ويخليه يحقد عليه أكثر. فكان هو فرقته يقاتلون بكل ما يتمن قوة، وكان يعني الهزهزة والضرب والقتال هذا قاعد يستشعره فيجوليون وهو داخل موجود نايم ومنسدح. فكان حاسب قتالهم، حاسب بكل شيء بس ما تحرك، وكل مرة يجيبون عليه يده تتحرك على عينه، حين يستيقظ ما استيقظ، واستيقظ في الوقت المناسب، وكان أفضل وأقوى وأحسن وأجمل استيقاظ ممكن تحصله لما يطب كذا الروح من فوق، تجيك الروح السلمندر ببوف على المبنى وتحرقه، ويجيك يستيقظ كذا ويجي بالنار، يجي مشعلل، يجي مولع، ويده كذا كذا كذا، والسلمندر على يده يا ابن الحلال جاي. من هو اللي قاعد يعبث معه؟ أتباعي. من هو اللي قاعد يحاول يضربهم؟ السموحة منك يا ليون، السموحة منكم، أنا وصلت، أنا قائد الأسود القرمزية هنا، أنا بجلاد اللي ما ينجلد، أنا بذبحهم، أنا بجلد الأولي والتالي، جاي بكل قوة بكل نار بكل حماس، لا يقول بالأهمية عن أختي. أوكي أختي أقوى منه بشوي، ما بقول شيء، مجنون أكثر منه بشوي ما أقول شيء، بس مع الروح الحين السلمندر بيقوليون لا يستهان به ابدا ابدا ابدا، جاي مولع وولعنا معه. ولعل اهم شغله اللي تحتاج شرح في هذه الحلقه هي ايش روح السلمندر، يمكن البعض ما فهمها. روح السلمندر كانت موجوده عند فانا نعم، بس لانه بعد ما هزمها استا طلعت وراحت مكان ثاني، يعني خلاص زي ما تقول تحررت من روح فانا، خلاص ما عاد هي معها. فحين اختارت الجسم الجديد واللي كان بيقوليون هو اللي اختاره السلمندر، وطبعا قالها حتى الارز اللي كان ضد فيجليون، قال له ترى يعني ايش معنى سلامندر اختار روح وضيعه مثلك انت هالبشر، يعني ليش اختارك انت ايش ما اختار غيرك؟ لانه يقول ان سلامندر اختار دائما الروح اللي تكون صادقه مع نفسها ورهيبه، وهذا يدل على قوه ومدى رهابه ايفانجليون الرهيب. اختار سلامندر وطلع بقوه اسطوريه جدا، فهذا سبب اختيار سلمندر لإيفانجليون. طبعا تكلم انه كان هو نايم وكان يحس بقتال الاتباع حقته، فقال لهم يعطيكم العافية ما قصرته، وانت يا نايبي حاول انك ما تموت، لان انا راح اوقفك، بس حاول انك ما تموت، يعني اوكي انت انا عارنك داخله، حاول انك تصمد لعين لما اطلع منك هالجني الاربس. كذا ذا قال له انت لا تشوف روحك عاد، انت يا قائد ما ترى عندي مال اجلدك وافوز عليك واعلمك حقك. قال له فرجيني بس، فرجيني يا واد فرجيني، اعطيني يا رجل اعطيني. وقام هجم عليه وكتفه، قال ما اقدر بس بموت ما اقدر. النار حرقت كل الاكسجين اللي حواليه لما ربطك كذا، خلاص سواله حقت قارد كذا سبق سوسو.
والله العظيم لا حلقة نار يا جماعة، نار وشرار يا أخي. بعد ما فقدنا الأمل في الحلقات الماضية، بعد ما شفنا الألفز كيف قاعد يتطورون ويستقوون ويصيرون أقوى وأقوى، يرجع لنا عمود أساسي في مملكة كلوفر اللي هو في جوليون. حاليا في جوليون، وعندنا برضو اللي هو مينريونا، أيضا عندنا قائد النسر الذهبي، بعد لا ننسى اللي هو أخو نويل اللي اسمه نوزل إذا ماني بغلطان، عندنا برضو الشنب يامي، كلهم هذول يعني واحد يعقد عليهم آمال كثير أنهم ممكن ينقذون هذه المملكة من الخراب والدمار اللي فيها. طبعا زي ما توقع، مدني توقع من الشباب، بس انه قال الكلمه هذه من قبل، ان فيجليون تفاجئ بسبت، اتوقع مرض صحته يمكن قالها، ان فيجليون تفاجئ بسبت انه شاف ويليام في وجهه، فتفاجئ وعنصر المفاجاه هذا فاد وخلاه ينهزم من قبل. طبيعي انه ممكن تشوف شخص انت كنت تظن صديقك الصدوق والمقرب لك وخويك، وانه يعني احد القاده الموثوق فيهم، ففجاه تشوفه يقلب ضدك، فطبيعي تتفاجئ ما تعرف تتصرف. هذا كذا، وكان حتى حاقد على نفسه انه كيف تفاجئ وكيف انه قدروا يسوون فيه هذا الشيء. وبرضه نفس امبراطور السحر كان يحاول يعني خايف، ولحد الحين بيحاول ينقذ ويليام من هالشخص. انا ما ادري ايش بينقذ ويليام، يعني ويليام هو اللي اختار هذا الشيء بنفسه وقرر هذا الشيء نفسه، وسمح حق هذا باتري انه يدخل داخل جسمه ويسيطر عليه، فليش انتم تنقذونه؟ انا يعني صراحه انا مغبون من هذا الشغل على فكره، يعني من فيجليون ومن امبراطور السحر، وهو مختار هذا الشيء بذاته بنفسه، ليش انتم تبون تنقذونه؟ العكس، بسكوج لدو علموا ان الله حق، خلوه يعرف انه مو بشغله والله انا احبكم اثنينكم وانتم تصافوا بينكم بين بعض، واللي يفوز انا ما يدخل، انا ما راح ازعل، انا تاكل خرى يا ورع يا زبال، استغفر الله العظيم خلني ساكت، انا مغبون لحد الحين. ترى حتى في قليل ما لك داعي صدق يعني تسوي هذا الشغله، ترى جد انا مغبون يا اخي، سوى كل المصايب اللي فيه صارت بسببتك انت، الحين تقعد بدونها، والله لازم احافظ على سلامته. اقلع وجهه وجلده ومسح في وجهه كذا الارض عشان يتعلم ايش اللي سواه، وش عارف ايش الغلط اللي هو سواه الاهبل المجنون ده. المهم ان شنب فيجليون رجع الحين، وشنب فيجليون قاعد يشوف المملكه يقول مدمره، فقاعد يحمل روحه طبعا الذنب لانه يعني ما كان موجود. وهنا صدموه طبعا فرقته، قالوا له ترى كنت مش القائد، اختك ميريونا هي القائده. قال اوكي اوكي، بس برضو لا مروحه، قال يعني لها درجة ان اختي اللي ما تحب اساسا، طبعا هو قال هذا المفروض من الاساس ان تكون هي القائده، وهذا اعتراف من فيجليون ان اختي ميريونا هي الاقوى منه، طبعا هذا اعتراف واضح صريح، وقال هذا المفروض انه يكون من الاساس، بس هي ما تحب هذه الشغلات والرسميات وزي كذا، بس ان انا بسبتي اني انا مرض اضطرت ان تسوي هذا الشيء، فبرضو قاعد يلوم نفسه اكثر واكثر على هذا الشيء. طبعا مصيبه المصائب بهذه الحلقه، الفرقة الفجر الذهبي اللي كان يجمعهم ويليام، واللي كان يجمع أغلبهم أجساد أو أشخاص، وكان يختار، وهذا الشيء حين يوضح لنا سبب اختار يونو له من البداية أنه ممكن جسده يناسب أحد أشخاص الألفز اللي عنده. فشوف كل الفجر الذهبي أغلبهم كده طلعوا كلهم ألف 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 ألف، ومنهم أخو اللي هو أخو فيرنر، وجاي وحاقد على البشر وعنده مشكلة مع البشر. وهنا استيقظ فينرال أيضا، قد إنه شاف إن أخوه يعني قال انقذني اخوه الصغير يعتبر في الاخير، فهو مطرح انه راح ينقذ اخوه الصغير، يعني كنا يعني زي ما تقول روح اخوه اللي داخل الالزح ماخذ اللي داخل روح اللي خاطبت اخوه الكبير يعني انقذني، فهو هنا عازم انه يقوم ينقذه، وجاه يوم يقومه كذا كم لابوك لابوك بس اكلوه، شوف المدينه صاير فيها خربانه المملكه وانت قاعد راقد كم بلا مشكلك هالزاحف يامي. صراحة أنا أقول لكم يعني طبعا هم أربعة حاليا القادة اللي باقي لنا سعروف ما طلع، ما أدري وش سالفته وش صار عليه. عندنا الثنائي اللي طلع في الحلقة الماضية، يعني عندهم برضو تتوقع منهم يعني شيء كبير جدا، لكن أنا صراحة عندي ثلاثة ذيلو هم الأعمال الأساسية في مملكة كلافر حاليا، وقلتها في انطباع المباشر، ميريونا ويامي وفيجليون، هالثلاثة أنا أكثر شيء أنا يعني معول عليهم، أتكلم عن نفسي على الأقل معول عليهم في انقاذ المملكة. طبعا ما راح انسى النزل برضو، اتوقع يكون له دور قوي، بس ترى ذيلو احسهم مستوى اخر، وبيكون لهم دور اساسي وكبير جدا في انقاذ المملكة، يعني هم اكثر من غيرهم كلهم، في استا في غير الكثير برضو ممكن يسوون شغل قوي جدا ورهيب جدا، لكن اشوف الثلاثة ممكن اكثر ثلاثة يسوون شيء. طبعا حلقة صراحة كانت كلها ضرب وبقس وجلد، يعني ما في شيء ينشرح كثير، كلها بس تعبير عن مشاعر وحماس وطاقة وحيوية. صراحة استمتعت في هذه الحلقة، واستمتعت الحلقة اللي قبلها خصوصا نهايتها، يعني بعد معركة البراطور قلت خلاص ما عاد بيكون في أحداث في بلاك لافر قوية ورهيبة، لكن قاعد يعطيني يعطيني يعطيني، للأسف الأنمي قرب ينتهي، فما أدري ايش بنسوي ايش بينتهي عليه، هذا السؤال الصعب
اللي قاعدين نطرحها الحين. anyway على ما تجي الحلقة القادمة نستناها على حرم. الحلقة الماضية كنت توني شايفها يوم رجعت من الكويت، فحلقة هذه بستنى أسبوع كامل الحين على ما تجي الحلقة الجاية. كذا كل وصلنا نهاية هذا الانطباع، أتمنى أعجبكم وما في النهاية قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تنسى الاشتراك بالقناة، لايك الشير، ونشوفكم على خير. We'll be right back.